اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا شباب، في فيديو جديد وربح جديد إن شاء الله. معانا النهاردة مشروع جديد من ضمن مشاريع بوتات التليجرام اللي هنشرحها اليوم. المشروع تقدر من خلاله تعمل مهام عشان تكسب عملات. فكرة المشروع إنه في بقات استثمارية تقدر تشتريها بالعملات اللي بتكسبها بالفعل، وبكده مش هتدفع فلوس حقيقية ومفيش إيداع. العملات اللي بتكسبها ممكن تشغلها عشان تزود أرباحك جنب اللي بتجيبه من المهام. المشروع سهل جدا، والنهاردة هنشرح البوت مع بعض، ومش هطول عليكم في المقدمة، يلا ندخل على الشرح العملي. رابط التسجيل في البوت هتلاقوه موجود في صندوق الوصف كالعادة. أول ما تخش عليه هتظهر لك واجهة البوت بالشكل ده. أول حاجة محتاج تعملها عشان تزود عملاتك هي إنك تضغط على الكورة وتفضل تضغط لحد ما الانرجي اللي موجودة تحت هنا تخلص. تقدر تجدد الطاقة لما تدوس على كلمة بوست، وتقدر تزودها 6 مرات على مدار اليوم. بالنسبة لميزة التربو مور، لو دوست عليها وضغطت على ريسيف ناو، النقرة بدل ما تتحسب بواحد هتتحسب ب3 لفترة معينة، وتقدر تعمل ده 3 مرات. كمان في ميزة أليكتا في بوت، ودي بحوالي 25,000 عملة، ولما تشغلها البوت هيشتغل تلقائي وانت قافل اللعبة، وكل 8 ساعات ممكن تخش تجمع عملات. ميزة الكيك أب بتزود عدد النقاط في كل ضغطة، وميزة الإنارة بتزود عدد الضغطات من 3000 إلى 5000 أو 6000 ضغطة. وطبعا متنساش خانة الفريندز اللي تقدر تدعي بيها أصحابك. في خانة المهام تقدر تعمل مهام وتكسب ملايين العملات، ودي بنحتاجها لتنفيذ خطة معينة، لأننا هنحتاج على الأقل 14 مليون عملة. بعد ما تخلص كل المهام هيبقى معاك حوالي 15 مليون عملة، ودي تقدر تستفيد بيها من البارتنر تاسك اللي فيها البوت ده، بيتعاون مع بوتات كتير معروفة. الخطوة اللي بعد كده هي إنك تدخل على خانة الفارم، وهتلاقي كل الخطط الاستثمارية اللي تقدر من خلالها تزود عملاتك. أول خطة بتبدأ من 15 مليون عملة، وكل ما تقل العملة كل ما يقل سعر الخطة. أعلى خطة محتاجة 9 ملايين عملة، وبتستمر لمدة 30 يوما، وبتديك 3.5 عملة كل يوم. لو معاك 20 مليون عملة تقدر تختار الخطة اللي بتديك 6.6 عملة في اليوم. بعد تفعيل الخطة هتلاقي تاريخ البدء والانتهاء مسجلين، وتقدر تضغط على Confirm Investment لتأكيد العملية. الخطط اللي تشتريها هتلاقيها في خانة My Club، وتقدر تضغط على Claim عشان تجمع أرباحك في خانة Profit. وكمان تقدر تجمع المكافآت اليومية من خانة Daily Rewards، وعندك خانة Spin اللي بتديك فرصتين كل يوم عشان تاخد هدايا عشوائية. أما بالنسبة لربط المحفظة، ممكن تدخل على خانة الفارم وتضغط على Connect Wallet، وبعدين Open Wallet في التليجرام، وبكده تكون ربطت المحفظة زي أي بوت تاني. كان ده كل شيء لشرح اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك، وأشوفكم في حلقة قادمة. سلام.